يا يا غريب غريب يا مظلوم كربلاء، مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة أحبابي، فقال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي، أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أحبابي، لكن لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل، لكن وصيتني وانا اصبريت واستهضموني ولزمت بيتي يا رسول الله ولفوني وذيك الوديعة روعوها ولبضوني وانا وحيد ولا شفت لي منهم انصار. يا سيد الكون الوصي ما رعوا وهجموا الدار على البتول وروعوا وظلت تدافعهم وبالباب عصروا وانكسرت الأضلاع منها وصار ما صار، عاشت عقب فرقاك مهضومة ودليلة، ومن كثر تلويع الرجيل صارت عليلة، شحكي شعدد من مصايبها الجليلة، كل ما شفت هالحال قلبي يشتعلنا، كل الذي جاري عليها وعيني تشوف ما شلت زنودي ولا بقلبي دخل خوف،
لكن اش بيدي وبالوصيه يا صرت مشتوف هبطت راسي طوعي لك واغمدت الافقار يا قلب دوبه يا دمعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي يا على الماتت وتصرخ يا ضلعي بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل في قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور. انقلها اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور. برد بالقرآن العربي العظيم مضجعها، آنس وحشتها، سكن روعتها. اللهم واحشرها في زمرة محمد وآله الطاهرين، واخلف على أهلها وعقبها في الغابرين، وعندك نحتسبها يا رب العالمين. إلى روحها رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.